خلاف تبع شجون هني اختلاف، هني اختلاف هني نختلف، ايه انا اختلف عنها ايه وهي تختلف عني طبعا من الاساس بس كنتوا ربع اي بس ربع قام اروح ارد احنا كانت في ظروف وكنت محتوتها ثنتين نائي يعني كانت في ظروف خلتنا نكون مع بعض في هذه الفترة، ظروف بعد ذاكرة والمشاكل واللوية، هي كان صحتها تعبانة، كنا مع بعض كلوز، تمينا في هالفترة الحمد لله، هي الوقت اللي كل واحدة فينا اختارت انها هي تعيش بروحها فقط لا غير. قول له هواش ما صار بيننا هواش احنا، ما صار؟ لا تمنن تمنن لا ما صار؟ لا انا سويت انا حطيت انا هذا لان شخصية شجون كذي لا لا ما صار ما حصل. يعني هي ليه اخر فترة يعني شافتني كانت معي لطيفة، كانت معك لطيفة احنا ما اختلفنا ابدا، يعني شجار ما صار بيننا، انا اخذت نفسي ورجعت ديرتي وهي اخذت نفسها وعاشت بمكان مناسبها، نختلف بالشخصيات في لكن كنا نقول نكمل بعض بينكم. كنا. في ناس دشت ما بينكم اكيد في اكيد في اكيد في بس ما تلومينها ان هي سمعت وفضلت هي ما سمعت ولا فضلت، هي شجون تسكت كانت، يعني اذا تسمع تسكت، انا كنت اسمع وكنت اضحك داخلي يضحك، يعني الشخص اللي كان يوصلني كنت عارف انه هو عنده هدف معين من هالموضوع كله، يعني كانت واضحه عندي الامور، انا الامور بالنسبه لي واضحه اكثر منها، يعني انا كنت اشوف ابعد، هي عاطفيه انا بعد عاطفيه، بس ما اختلفنا، ما صار شجار من كثر ما نحب بعض ما تشاجرنا، يعني ما صار كلام او نقاش او عتب. انا سمعت ان في صار تواصل قبل فتره بينك وبين اي بعض تواصلنا تكلمتوا عادي اي طبيعي جدا جدا جدا. ما تحسين انك انحسبتي على شجون لفتره وهذا الحسبه ضرتك الناس تشوفك فنانه ضعيفه عند الجمهور اي عند يعني عند الجمهور وعند الناس المو واعيه، بعض يعني شنو المو وسط المو وسطنا الفني اللي مو واعي. شلون يكون مو واعي؟ لما انا اشتغل من ساهر الليل الى ذاكره من ورق بدون شجون، هذا لما يكون هو بالفن ومو واعي للمعلومه هذه او مو مركز يمكن، وبعدها تدخل شجون نلتقي بالصدفه بالعمل، انا بطله وهي بطله، اوكي وين الواسطه بالموضوع؟ الواسطه كانت في بيت الحلاوه لا ابدا ابدا، عبد المحسن العمر كان يبيني قبلها مكلمني من قبل وما حصل، وين الواسطه؟ عامر الصباح انا اللي اشتغل معه مو هي، هي كانت تشتغل مع باسم عبد الامير صحيح بس هي اشتغلت من ذاك وانا الى اليوم هي يا مع نفس الشركه الى اليوم الى هذه اللحظه الى هذه اللحظه، ما انا ما غيرت الناس اللي انا قاعد اشتغل معاهم، هي إيه انضمت الى مجموعتنا حلو، فالناس ما تدري والجمهور ما يعرف، ما يعرف التفاصيل ديتيلز منتج مخرج يقولون سبب مشكلة